can advance the needle till we can move the kidney, as you can see here, and confirming that. دونك اليوم كنعيشوا مؤتمر جراحي المسالك البوليه بالجنوب في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الهيئه ديالو الخامسه. هذه التجربه الخامسه عندنا في هذا المؤتمر. هذا العام حاولنا نركزوا على واحد التقنيه ديال جراحه ازاله حصى الكلي من المسالك البوليه دون اللجوء الى الجراحه. كما كتعرفوا الجراحه العاديه عندها مضاعفات وعندها مخلفات. لذلك استضفنا هذا العام خبراء من مختلف بقاع العالم، من الهند، من نيبال، من ألمانيا، من تركيا، وكذلك من خبراء مغاربة. والهدف من هذا المؤتمر هو مناقشة التجارب والتعرف على ما يزاول عالميا. كذلك خصصنا واحد الجزء من هذا المؤتمر لمناقشة سرطانات المسالك البولية، وخصوصا سرطان البروستات، واللي كنعرفوا اللي هو سرطان يعني كثير عند الرجال، وكذلك سرطان الكلي. غادي تكون ان شاء الله مجموعه من العمليات اللي غتكون على المباشر، من وغيتم النقل المباشر ديالها من 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 مستشفى من من من, من العياده الخاصه الى 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 الفندق حتى يستفيد الجميع. وان شاء الله نتمنوا يدوز كل شيء على خير. هذه التقنيه هذه ماشي ما كدارش في المغرب، كدار في المغرب، وكاين عندنا خبراء مغاربه اللي كيقوموا بها. غير هذا المؤتمر هذا هو تذكير لهذه التقنيه وتبادل التجارب والاستفاده. كما كتشوفوا في البروغرام راه ما عندناش غير الناس اللي من الخارج اللي كيديروا الاعمال ديالهم، كذلك عندنا مغاربه اللي قدموا يعني عندهم ما يقولوا في هذا المجال هذا. غير الهدف منه هو تبادل التجارب والاستفاده من تجارب الاخرين. يعني ماشي هي تقنيه اللي ما كدارش، كدار في المغرب، غير الهدف منها هو التذكير ويعرف الانسان اشنو اللي كيدار في الخارج والاستفاده وتبادل التجارب. هذا هو الهدف. السنه تعقد الدوره العلميه الخامسه للجمعيه، وقد اقتضت هذه السنه معالجه موضوعين مهمين هما جراحه حصى المسالك البوليه والجديد في علاج سرطانات المسالك البوليه. فيما يخص علاج الحصى، تم استدعاء أخصائيين وخبراء عالميين من الهند والصين وألمانيا وتركيا والنيبال ونيجيريا، وتم التباحث في الجديد في هذا الميدان، خصوصا استعمال المناظير المصغرة والمناظير المرنة واستعمال تقنية التفتيت الجديدة من الليزر وغيره من الجديد. وفي خصوص علاج أورام سيتم الحديث عن علاج سرطان البروستات وسرطان الكلية، وكذلك استعمال الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأنسجة المرضية، وكذلك استعمال الرنين المغناطيسي ليرم في تشخيص سرطان البروستات.